السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من التلفزة التونسية إليكم عناوينها: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4426 حالة في تونس، ودول الاتحاد الأوروبي تشرع اليوم في تنفيذ حملة تطعيم غير مسبوقة باستخدام ملياري جرعة. في مسعى لتحسين حوكمة استعمال السيارات الإدارية، مصالح المراقبة تكثف حملاتها، ورصد لعدد من تجاوزات مستخدمي العربات خلال الجولات. المنتخب التونسي لكرة القدم أواسط يحقق تأهلاً تاريخياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا بموريتانيا إثر فوز مستحق على منتخب ليبيا في رادس. أهلا بكم. البداية بتطورات الوضع الوبائي، حيث ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 4426 حالة بعد تسجيل 41 وفاة جديدة بتاريخ 25 من الشهر الحالي، كما تم تسجيل 1652 إصابة جديدة بالفيروس التاجي. وأمام تطور الوضع الوبائي، تدعو وزارة الصحة إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات وخاصة الاحتفالات برأس السنة الإدارية. يواصل فيروس كورونا انتشاره بالنسق الذي وصف بالسريع والخطير للأسبوع الثاني على التوالي بتسجيل 41 وفاة جديدة بتاريخ 25 من الشهر الجاري و1652 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وفق بلاغ وزارة الصحة. تطور في الوضع الوبائي أدى إلى ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات بالقطاعين العام والخاص. ولتطويق الوباء، كثفت وزارة الصحة في إطار برنامجها الوطني لمقاومة فيروس كورونا من حملات التقصي السريع والمجاني للفيروس بكامل تراب الجمهورية والومضات التحسيسية على صفحتها الرسمية الداعية إلى تجنب التجمعات بغاية الاحتفال بالعام الجديد. بالنسبة للحفلات العائلية، احنا ندعو المواطنين باش يلتزموا بعدد للمشاركين في الحفلات نتاعنا العائلية. توا بالنسبة للحفلات برأس السنة الإدارية ما تفوتش زوز عائلات وعشرة أفراد، لأنه الخطر نتاع أن ننقلوا العدوى هذايا في وسط عائلاتنا هو كبير برشا. تضحيات كبيرة قاموا بها مواطنين تونسيين، كملوا نعملوا التضحيات هذية أن ما نعملوش هالاحتفالات هذية. بربي راهو ماهوش وقته، راهو احتفالات راس العام. احنا اللي وصلنا للحاله هذه هي الاحتفالات في الصيف والاعراس والتجمعات، دونك هذيك هي اللي اديت للوضع هذا. البلدان الكل الغات الاحتفالات هذه، دونك يلزمنا نحن زادا نكونوا واعيين شويه. كما ان ظهور السلاله الجديده لفيروس كورونا في بريطانيا ومنها الى عديد الدول الاوروبيه وحتى العربيه دفعت لجنه الحجر الصحي الى الحث على عدم السفر الى البلدان المعنيه بظهور السلاله الجديده. بالنظر للخصوصيه بتاع السلاله هذه، معناها ان شاء الله ما تدخلش لتونس، لأنه إذا كانت تدخل تونس ومع اللي نشوفوه فيه عدم اتباعك للإجراءات الوقائية الضرورية وعدم تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها بصرامة، ينجم تكون فما عدوى أكثر. يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات الوسيلة الوحيدة للحد من الانتشار السريع للوباء. وبخصوص الوضع في صفاقس، نفى والي الجهة أنيس الوسلاتي تسجيل حالة من السلالة الجديدة بصفاقس، وأفاد في تصريح لأخبار الوطنية باتخاذ إجراءات للترفيع في التحاليل اليومية في جميع المعتمديات توقيا من فيروس كورونا. هذا مش صحيح، ولم يتم تسجيل إلى حد الآن أي سلالة أخرى خاصة بالكوفيد 19. هي السلالة الرئيسية واللي تم تسجيلها واللي تم يعني التفاطن إليها من خلال مختلف التحاليل. ارتفاع عدد الحالات اليومية ناجم بالأساس على قرار خليناه صلب اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها والمتعلق بالترفيع في أعداد التحاليل اليومية. إذا اليوم اللي تيست رابيد موجودين بكثرة في الإدارة الجهوية للصحة واللي خليناهم وزارة الصحة، واخترنا باش نعملوا خيمات تقصي سريع وتقصي سريع أيضا في بعض العمادات أو التجمعات السكنية اللي شهدت أعداد مرتفعة، في مثلا نذكر منها منطقة ولادة طاهر في الحنشة، نظمنا أيضا في العامرة.
كما يشهد نسق الإصابات بفيروس كورونا في معتمدية بن قردان ارتفاعا متواصلا وسط صعوبات عدة يواجهها المستشفى الجهوي لإيواء الحالات التي تتطلب رعاية طبية، ويطالب أهالي الجهة بتعزيز المستشفى الجهوي خاصة بالأسرة وأطباء الاختصاص. سجل في الساعات الأخيرة ارتفاع مستمر لعدد الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا، ما خلق إشكالات عديدة في المستشفى الجهوي ببن قردان لعجز هذه المؤسسة عن إيواء الحالات التي تستوجب الإقامة بالمؤسسة لمحدودية الأسرة المخصصة لهذه الحالات. أمام النقص الكبير على مستوى طاقة الاستيعاب بقسم كوفيد اللي هو 8 أسرة، دونك ما يكفيش برسك. احنا توعنا الجمعة ديما معبة والمرضى يستنوا البراء، وحاولنا احنا نعملوا حتى اكستنسيون على مستوى الأقسام الاستشفائية، مازال الحق ما مش حاضرين، أما باش نزيدوا 6 أسرة أخرين للثمانية، لأنه الثمانية هذوما برسك ولو توحلين معبين ديما. في الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا بمعتمدية بن قردان برزت إشكالات عدة للوضع الصحي في المدينة، ما دعا عديد الأطراف والفعاليات السلطات المركزية والجهوية إلى التفاعل مع هذا المستجد، في حين يطالب كذلك المواطنون بالاستمرار في عمليات التوعية والتحسيس. أنا نطالب من جديد أن السلطة الإشراف معناها تتلفت للجهة والمستشفى الجهوي ببن قردان، راهو يشكو صعوبات كبيرة وخاصة مع ارتفاع عدد المرضى الكوفيد. رانا احنا تو في بن قردان خاصة مع فتح المعبر راس جدير العدد زاد برشا. المستشفى الجهوي ببن قردان والمساحة ما عادش تم إمكانية باش يقبلوا العباد، والمواطن في الشارع حسيت أن المواطن اللي يلبس كمامة كأنه هو المريض، بالعكس راهو المواطن لابس كمامة راهو هذاك يحمي في روحه ويحمي المواطن. التباعد الجسدي ما جو هناش تلقى في القهوة معناها مع بعضهم، ما تلقى بالعشرة من الناس في المنتزهات معناها معبين، ما هناش معناها المواطن ما يحميش في روحه. نداء استغاثة يطلقه الجميع لتعزيز المستشفى الجهوي بن قردان بالأسرة اللازمة حتى يبقى الوضع تحت السيطرة. ورغم ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يستهتر الكثيرون بإجراءات الوقاية، ويلحظ المتجول في الفضاءات العامة عدم التزام العديد من التونسيين خاصة بارتداء الكمامات. كاميرا الأخبار رصدت المشهد في الشارع التونسي، نتابع. لا الاستهتار بالطبيعة يا بنيتي، إن شاء الله لي إن شاء الله لي. هو رجاؤها ونصيحتها للعديد ممن أضحى الاستهتار والتهاون بارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد السمة الأبرز في تعاملاتهم وحياتهم. تونسيون يجوبون الأسواق دون كمامة، يصافح بعضهم البعض أو يقف على محلات بيع الملابس المستعملة أو يحتسي أحد المشروبات، وباعة يزنون ويطلبون ود المارة دون كمامة أيضا، فهي في حالات عديدة وإن وجدت توضع في الجيب، وربما يقع الاستظهار بها عند الطلب أو أمام عدسة الكاميرا، والأسباب عديدة. ما ليش لبس بافيتة مزروب. أنا نخدم في دومين الصحة والرام، يعني حتى اللي بيسير نعملوها ما عادش كيما قبل، اللي نومبر ما عادش نومبر كبير. هي الوقاية باهية، احنا ربي يتوب علينا، الوقاية باهية، ولكن احنا قال واحد ولا متهاون ولا ستريس ومشاكل وخدمة ناقصة ومصاريف والله هي مش نعرف في جيب نسيتها هاي تحتي تو ماني خارج في السرعة. لا غالب سيدها في الدار ما انش عاتينا همية معناها الارتداء الكمام تهورك واستهتار بالمرض. فكرة تتجسد فعلا لدى البعض، فمنهم من يرى ويتبنى أفكارا أو معطيات طبية مغلوطة، وحتى ينفي وجود الفيروس وفق نظريات خاصة. ما فهميش كورونا، هي أصلها هي أصلها بالهواء البرد تموت، نعرفها من قبل. آخرون ملتزمون بتوجيهات الوقاية وينقلون الرسالة إلى غيرهم، فالالتزام لحماية الذات والآخر. ردين بينا إن شاء الله يا بنيتي، إن شاء الله مرة وكان الخير، وإن شاء الله عام علينا مبروك، نكملوا هك باش نستحفظوا على بلادنا وعلى صغيراتنا وعلى والدينا والكل. اللي حافظ حضر صحته، والحب يعيش حافظ روح حافظ صحته،
عندي صغار في الدار، عندي ولدي، عندي مرتي، عندي امي، عندي بابا، نحافظ عليهم. معلوم هذيك هي ردي البين، هذيك الاولى ولا الاخرى بنيتي. كان مش ردي البين انا مشيت البلاد. الكمامه معايا هاك توصل ديما، حتى في الدار معايا تدور الكمامه. هي دعوة إذن للالتزام بالوقاية من ارتداء للكمامة وغسل الأيدي والتباعد الجسدي مع تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتخوفات من موجة ثالثة أكثر خطورة. لا للاستهتار والتهاون، نعم للتوقي. في العالم ومع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من 1,700,000 وفي اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الذي يصادف تاريخ 27 من كل ديسمبر، شرع الاتحاد الأوروبي اليوم في تنفيذ حملة تطعيم عابرة للحدود على نطاق غير مسبوق ضمن جهوده المبذولة في مواجهة جائحة كوفيد-19. بعد أن وصلت الشاحنات المحملة باللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي، بدأ الاتحاد اليوم حملة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 في خطوة وحدة وتضامن دولي سيسجلها حتما التاريخ. وعن هذه الحملة قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها مظهر مؤثر للوحدة الأوروبية، مشيرة إلى أن التطعيم هو السبيل الدائم للخروج من الجائحة. حملة تلقيح عابرة للحدود على نطاق غير مسبوق استدعت إبرام أوروبا عقودا مع عدد من الموردين للحصول على أكثر من 2 مليار جرعة لقاح لتطعيم جميع سكانها البالغين خلال العام القادم، وذلك بعد أن تم الترخيص في استعمال لقاح فايزر. وقد فضلت بعض الدول على غرار فرنسا والنمسا بدء حملة التطعيم بالعاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات، فيما أعطيت الأولوية في المقام الأول إلى دور رعاية المسنين في بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا. وكانت دول خارج الاتحاد الأوروبي قد شرعت في الأسابيع الأخيرة في إعطاء مواطنيها جرعات التلقيح لخطورة الوضع الوبائي بها، مثل ما هو الشأن في بريطانيا حيث اكتشفت السلالة الجديدة لفيروس كورونا. هذا التلقيح مثل مصدر أمل للإنسانية جمعاء في العودة إلى الحياة الطبيعية وطي صفحة سنة من الرعب بسبب انتشار هذه الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص حول العالم. حملة التطعيم هي السلاح الذي يرفع ضد هذا الفيروس، وهي تتزامن مع حلول المناسبة الأولى للاحتفال باليوم الدولي للتأهب للأوبئة، مناسبة أكد خلالها الأمين العام للمنتظم الأممي أنطونيو غوتيريس أن التأهب هو استثمار سليم وأقل تكلفة بكثير من نفقات الطوارئ، مشيرا إلى ضرورة التضامن الدولي إزاء الأوبئة على اعتبار وأن لا أمن لأحد حتى ينعم به الجميع. نتطرق الآن إلى مشغل استهلاكي تشهد أسعار البيض واللحوم البيضاء ارتفاعاً مع اقتراب السنة الإدارية الجديدة، وذلك رغم توفر هذا المنتوج في الأسواق والمزارع. في هذا الريبورتاج رصد لآراء عدد من المستهلكين وأهل القطاع في المنستير. عادة ما يزداد الإقبال على شراء اللحوم البيضاء في هذه الفترة من كل سنة لترتفع معه الأسعار، وبين العرض والطلب تتباين الآراء حول ارتفاع وانخفاض أثمان هذه المواد الاستهلاكية رغم توفرها في الأسواق والمزارع. أي نشر الدجاج بتباش قد هذاك هو أقل حاجة نظم هنا ساعتي ترخف ساعتي يطلع تو 950 و 850. وسوا مرفقة تلاقي يخدم تو من البطيمة ب 2900 هيك يوصل لنا احنا ب 3000 يبيعوا فيه 3 و 3 و 3200 3 كيف الزون هذيك. أما القبال ما فماش، فما الرجال الكبار يعملوا في احتكار نتاع العظم يرقدوا في الرخص ويتو يخرجوه للقطوك الحكايات هذيك الكليكا. سوا الدجاج غالي شوية الأيامات راه بصفتها، الأيامات اللي فاتت كانت رخيصة طريف، الأيامات هذه بحكم نقولوا راس العام قرب ولا وزيدوا في الأسواق، فهمني المواطن ما عادش يقدر. فماش بيوم فماش خدمة غاد بالنسبة للدجاج، الدجاج رخيص أما فماش خارج. بلا مش يشري بلا مش يرخص، بالنسبة للمواطن غالي بصراحة. العظم طلعت شوية ولا تو 950، الفصل الأحمر والأخرى 900، إيه غلي شوية مو كل شيء تبع بعضه، كل شيء غلي وشنو ما غلاش شنو قاد رخيص وحتى ما قاد رخيص. فيما أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمذابح وتحويل اللحوم أن أثمان البيض ولحوم الدجاج والديكرومي في المتناول، وأن سعر كلفة الإنتاج هو من يحدد التسعيرة. في البيض اللي سعر الكلفة حوالي 200 مليم، معناتها كي تتباع 210 ولا 215 ولا 200 حتى 225 ماهيش غالية، لازم هذه نتأكدوا منها على خاطر الأعلاف كلها موردة وكلها غالية ياسر وقاعدة معناتها في ارتفاع على المستوى العالمي. بالنسبة للحوم الدواجن والديك الرومي متوفر بكميات كبيرة ياسر،
وتبقى انه على مستوى المذابح الاسعار معناتها ماهيش مش تكون معناتها غاليه، مش تكون في حدود سعر الكلفه مع بعض هي مش ربح، معناتها اذا كان اعتبروا في 6 دينارات معناتها 6 دينارات ونصف على مستوى المذبح، وقت المشروص المستهلك معناتها بسعر فيه معناتها هامش ربح للتاجر الجملة وتاجر التفصيل، أنا أقول كونه حاجة معقولة. ورغم توفر إنتاج اللحوم البيضاء والبيض، تراجع الطلب بسبب تدهور المقدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى، مما أثر سلبا على القطاع. تكثف مصالح وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية ووزارة الداخلية حملاتها لمراقبة مدى التزام السيارات والعربات الإدارية بقواعد وقوانين الجولان الخاصة بها، وذلك في مسعى لتحسين حوكمة هذا النوع من السيارات. كاميرا الأخبار رافقت أحد فرق المراقبة. بلوحاتها المنجمية ذات اللون الأحمر تتجول مئات السيارات الإدارية بين أساطيل السيارات الأخرى في طرقات البلاد وشوارعها، سيارات تضبط تجولها قواعد وقوانين تسهر على مراقبة تطبيقها فرق مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية، تعمل على مدار السنة وأيام العطل والأعياد، ولكل مخالف عقوبة. إذا ما عندوش إذن مأمورية مستجب عليه محضر وخطية مالية، تو عندنا الاذن الماموريه ماشي نفس الرقم تاع السياره المستعمله. بعدين بطاقه تعريف عنده دفتر استعمال وسيله النقل مش موجود عنده. هذه برنامج عادي معناه ديما احنا نخدموا عاديه، وفي الظروف هذه راس العام نكون نكثفوا في الحملات هذه. وتنظم مراجع قانونيه استعمال السيارات الاداريه وابرزها الامر الحكومي لسنه 17 و2000 الذي تضمن اضافه لم تكن موجوده، وذلك بتمكين اعوان المراقبه من تسليط عقوبات ماليه على بعض المخالفات المتعلقة باستعمال السيارات والعربات الإدارية، واعتبرها مخالفات عادية طبقا لمجلة الطرقات. احنا نتولوا المخالفات المالية، وبالنسبة لأملاك الدولة يتولوا المخالفات الإدارية، علما وأن عندنا 12 فريق يخدموا على كامل الجمهورية. ما يلاحظ في نسبة التجاوزات وما يلاحظ في المجهود المبذول في الغرض، أنه نسبة التجاوزات من 2016 إلى حد التاريخ ما فتئت تتقهقر في النصف الأول من سنة 2020، قاعدين نلاحظوا أن النسبة هذه متوقع أني مش يتم تسجيل تقلص جديد فيها في حدود 3% تقريبا. وتتعلق أغلب المخالفات التي رصدت سنة 19 و2000 باستعمال سيارات المصلحة، وتخص المخالفات أساسا سوء مسك وثائق سيارة أو نقل أشخاص غير مرخص بنقلهم، استظهار بدفتر وسيلة النقل غير مستوفي التعمير حسب التراتيب المعتمدة بالنسبة للسيارات والعربات الإدارية في حدود قرابة 30%، نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية في حدود 16.5%، عدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة 16.5%، الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بالعمل في حدود 16.5%. ويبلغ أسطول السيارات الإدارية في تونس 93,000 وحدة. دولة عندها 41,000 وحدة، البلديات 13,000 وحدة، المجالس الجهوية 2000 وحدة، المنشآت والمؤسسات العمومية 36,000 وحدة، توزيعه حسب طبيعة الاستعمال. بالنسبة للسيارات الوظيفية عندنا 3200 سيارة، ما يمثل قرابة 3.5% من الأسطول. الاستعمال المزدوج 4266 سيارة، أي ما يمثل 4.5% من الأسطول. وأهم جزء اللي هو سيارة المصلحة يمثل 85785 سيارة ووحدة، أي ما يمثل 92% من الأسطول. وبالإضافة إلى الخطايا التي تسلط خلال عملية المراقبة التي تقوم بها الفرق المشتركة، تصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شكاوى بهذا الخصوص. لرجل تعادوا في 2016 التوا أحفظنا 33 ملف تقريبا لعدم كفاية المعطيات. هل تقول أنت وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، الوزارة الكبار، وزارة التجهيز، هذوما عندهم لغران نمبر دو فاتور في متاع المصلحة ومتاع استعمل المزدوج، سكيفي هم يظهروا أكثر في التجاوزات. ومن توصية الهيئة في هذا الإطار، في ضوء نتائج تقريرها واستنادا إلى عمليات التبليغ، تحسين الحوكمة في استغلال السيارات الإدارية. فما كوميسيون لجنة معناتها في على المستوى رئيس الحكومة للنظر في إعادة النظر في النظام هذه متاع
تصرف السيارات الإدارية في إطار الحوكمة تتصرف وإطار الضغط على الخلالات. مراقبة وحوكمة تسعى من خلالها الجهات المعنية إلى مزيد دعم تراجع عدد التجاوزات في استعمال السيارات الإدارية. أحبطت مصالح الديوان بميناء سوسة أمس محاولة توريد 14 حاوية محملة بقطع غيار دراجات نارية مقلدة إثر عملية معاينة من قبل خلية مراقبة الحاويات. وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوان أن أصحاب هذه القطع غير الأصلية قاموا بإخفاء العلامات التجارية المقلدة بواسطة ملصقات علامات أخرى ليتبين بالمعاينة الدقيقة أن الوثائق المرفقة بالتصريح الديواني مغلوطة وغير متطابقة مع ما هو مدون بفواتير التوريد بغرض التفصي من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة كاملة. الملف أحيل إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات بعد حجز البضاعة المقلدة. عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن استيائه من تعطل مرفق العدالة أسابيع ستة بسبب إضراب القضاة وأعوان العدلية، لافتا إلى أن التعطيل كان لغايات مادية بحتة لا علاقة لها بأي من معايير استقلال القضاء أو محاربة الفساد أو حتى تحسين بنى المحاكم التحتية وظروف العمل بها. مجلس الهيئة أكد في بيانه رفضه التام السياسة التي تنتهجها الحكومة وعقدها اتفاقيات مع جمعيات بشكل سري وعدم نشرها مضمون الاتفاقيات المذكورة داعيا إلى نشرها كما ينص عليه الدستور والقانون. بسبب تجاوز أخلاقيات مهنة المحاماة والإخلال ببعض القوانين المنظمة لها، سلط مجلس التأديب التابع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين عقوبات في حق منظوريه وصلت حد المحو النهائي. عقوبات تم تسليطها حرصا على سلامة المناخ المهني والمحافظة على سمعة مهنة المحاماة وشرفها. بين المحو النهائي من مهنة المحاماة والإيقاف عن العمل والتوبيخ تراوحت العقوبات التي سلطها مجلس التأديب التابع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين مؤخرا على عدد من منظوريه ممن تجاوزوا قانون المهنة وأخلوا به. عقوبات سلطت حرصا على سلامة المناخ المهني على حد تعبير عميد المحامين إبراهيم بودربالة. هيك المهنة هي بصدد العمل المستمر، ووقعت حالة يعني بعض الزملاء الذين خالفوا قانون المهنة، واجتمع مجلس التأديب ونظر في ملفاتهم وأصدر القرارات التي تراوحت من المحو إلى التشطيب لمدة 3 سنوات إلى الإيقاف على العمل لمدة 2 عامين. ولن نرضى أبدا أن يستمر محام مخالف أن يستمر في القيام في نشاطه المهني. الاستيلاء على أموال الحرفاء من بين أبرز التجاوزات التي قام بها المحامون المتجاوزون لقانون المهنة، إضافة إلى تجاوزات أخرى، يدعو مجلس التأديب إلى الإبلاغ عنها لوضع حد لها. صدرنا 58 قرار تأديبي في أقل من عام، أي بمعدل كان نحسبه عام معدل 10 قرارات كل شهر، وهذا يعتبر رقم طيب. أنه أنا كعضو في مجلس التأديب قاعدين قائمين بعمل دؤوب، الملفات اللي جينا ملفات معناها مخدومة كما يلزم. ويدعو مجلس التأديب المواطنين إلى التقدم بشكاية إلى الهيئة الفرعية في صورة حدوث خلاف مع أحد المحامين. أما كان الخطأ الذي يرتكبه المحامي ينال جزاؤه، ما هوش على رأس ريشة. احنا وجدنا لتطهير المهنة ولوضع حد للتصرفات اللي في بعض الأحيان تكون فيها التجاوز. تجاوزات أكد عدد من المحامين أنها استثناءات. لا مجال في مهنتنا للخطأ، خاصة في حق الحرفاء وفي حق المهنة، وهذا قسم أقسمناه. احنا رانا عنا ضوابط تحكمنا. مرسوم للمحامات يعاقب التصرفات اللي نجم يأتيها محامي خارج إطار مهنته في الشارع في 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 حياته العادية مع الناس كمواطن.
فما بالك مع المتقاضين، خاصة إذا كانت علقت العملية هذه باستيلاءات. وتؤكد هيئة المحامين على التقيد بقواعد المنافسة الشريفة في العمل والالتزام بأخلاقية المهنة والنظام الداخلي والابتعاد عن كل ما من شأنه أن ينال من سمعة وشرف مهنة المحاماة إحدى جناحي العدالة. فقدت الساحة الفنية اليوم الفنانة القديرة زهيرة سالم عن سن ناهزت 80 عاماً. فقيدة الفن التونسي الأصيل ساهمت في إثراء الخزينة الوطنية الفنية بنحو 500 أغنية، رحم الله الفقيدة ورزق أهلها جميل الصبر والسلوان. وفي التقرير التالي نقدم أبرز محطات مسيرتها الفنية، نتابع. من أبرز أصوات المعهد الرشيدي هي الفنانة الراحلة زهيرة سالم، أصيلة ولاية باجة، واسمها الحقيقي زهيرة البراهمي. غيبها الموت فجر اليوم إثر معاناة مع المرض عن عمر يناهز 80 سنة. الفقيدة زهيرة سالم نحتت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الفن، وتمكنت خلال مشوارها الغنائي من رسم مسيرة فنية حافلة توصلت لعقود. وقد ساهمت الفنانة القديرة زهيرة سالم في إثراء الخزينة الوطنية الفنية بحوالي 500 أغنية تونسية على غرار أمي يا أمي واعطيني شريبة لله وعشرات الأغاني الأخرى الخالدة التي رسخت في الأذهان على مدى عقود من الزمن. فقيدة الأغنية التونسية زهيرة سالم، ولوعها بالفن المتصل بالتراث التونسي والمغاربي عموما مكنها من دخول عالم الفن والطرب من بابه الكبير، فهي التي تلقت أصول الغناء على أيدي عمالقة الفن والموسيقى وأصدرت أولى أشرطتها الغنائية سنة 1960، كما غنت لأبرز الملحنين والمطربين على غرار خميس ترنان، محمد التريكي، عبد الحميد بالعلجية، صالح المهدي، محمد علام، محمد رضا، الشادلي أنور وقدور إصرار في وغيرهم. وشاركت في تسجيلات المألوف التونسي ووصلات الموشحات الشرقية، وخلدت لعدة أعمال فنية قيمة أخرى مع أقطاب فنية مثل علي الرياحي والهادي جويني وغيرهما من عمالقة الفن والطرب. في الملف الليبي ارتفعت وتيرة التوتر نهاية الأسبوع بين المشير خليفة حفتر الذي دعا إلى إخراج القوات التركية من ليبيا ووزير الدفاع التركي خلوسي أكار الذي توعد بالرد في حال تعرض قوات بلاده لأي اعتداء، ما اعتبره متابعون للشأن الليبي قرع طبول حرب بين الطرفين. وجهت أنقرة اليوم على لسان وزير دفاعها خلوسي أكار تحذيرا شديد اللهجة للمشير خليفة حفتر الذي تسيطر قوته على شرق ليبيا في حال استهداف وحداتها العسكرية، مؤكدة أن قوات حفتر وأنصاره ستكون أهدافا مشروعة إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية بالمنطقة. تأتي هذه التصريحات خلال زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس في زيارة تفقد للقوات التركية قرأها متابعون للشأن الليبي على أنها تنذر بانفجار متوقع للوضع في ليبيا باعتبار تخطيط تركيا لتعزيز وجودها جويا في ليبيا. ومع ارتفاع وتيرة التوتر الليبي بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي سيما إثر تبادل الاتهامات بينهما بالتحشيد العسكري، شددت تركيا على أنها تدعم حكومة الوفاق ضد أي تحرك للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر مع التنسيق المشترك لصد أي محاولة لتحرك قواته. زمنيا الزيارة غير المعلنة لوزير الدفاع التركي تأتي بعيد دعوة خليفة حفتر الجيش الليبي ومناصريه إلى إخراج القوات التركية من ليبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال، قائلا إنه لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية والأمن والسلام ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من ليبيا. في الأثناء تواصل القوات التركية تقديم تدريبات عسكرية لقوات الوفاق وفق اتفاقية التدريب والاستشارات العسكرية الموقعة بين حكومة الوفاق وسلطات أنقرة، ما يؤشر على احتدام التوتر التركي الليبي ومحاولة عرقلة أي تقارب ليبي ومصالحة شاملة تحت غطاء أممي.
قال مسؤولو إغاثة إن مئات اللاجئين السوريين فروا من مخيمهم المؤقت في شمال لبنان بعدما أحرقت خيامهم إثر خلاف دب بين شبان من أهالي المنطقة وبعض سكان المخيم. وحسب مصادر إعلامية فإن 3 على الأقل أصيبوا في الحادثة التي وقعت أمس في منطقة المنيا بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية، وأعقبه قيام شبان غاضبين بإضرام النار في المخيم. ويذكر أن لبنان يأوي أكثر من 1 مليون لاجئ سوري فروا منذ بداية الصراع في بلدهم عام 2011. إلى جديد أخبار الرياضة، حقق المنتخب التونسي لكرة القدم أواسط تأهلاً تاريخياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام منافساتها العام المقبل في موريتانيا إثر تغلبه على منتخب ليبيا بنتيجة هدف دون رد في مباراة جمعتهما مساء اليوم بملعب حمادي العقل ببرادس في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا. وسجل شهاب العبيدي الهدف الوحيد في الدقيقة 85 ليلتحق المنتخب الوطني بالمنتخب المغربي في التأهل للمرة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا في نظامها الجديد. مباراة المنتخب التونسي للأواسط في كرة القدم ضد المنتخب الليبي شهدت إثر نهايتها أحداث شغب ومحاولة عدد من لاعبي المنتخب الليبي الاعتداء على لاعبي المنتخب الوطني وتهشيم عدد من الكراسي رغم تدخل عناصر الأمن. وبالطبع الهدف واضح، ما فيش حتى لبس هدف المنتخب الوطني التونسي. وبالطبع شفنا معناها مباراة ممتازة، التونسي تمكن من التأهل، تمكن من الانتصار وفوز هام جدا. وفي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وضمن منافسات الجولة الرابعة، حقق النجم الساحلي فوزا لافتا على جاره الاتحاد المنستيري في حين تغلب الترجي الرياضي على اتحاد بنجردان. انفرد الترجي الرياضي التونسي بصدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إثر فوزه على مضيفه اتحاد بنجردان بنتيجة هدف دون رد. وانتظر الترجي الرياضي حتى الدقيقة 61 لتحقيق هدف الانتصار بواسطة محمد علي بن رمضان ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة على النجم الساحلي المستفيد من فوزه على الاتحاد المنستيري بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبادر النجم الساحلي بالتهديف عبر داروين غونزاليز في الدقيقة 39 مستثمراً تمريرة متقنة من وجدي كشريدة. وإثر ذلك نجح الاتحاد المنستيري في الدقيقة 54 في إدراك التعادل بواسطة إدريس المحيرسي. وتقدم النجم الساحلي مجدداً عندما تمكن حمزة الأحمر من تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء. وفي وقت بحث فيه الاتحاد المنستيري عن تحقيق التعادل، تمكن النجم الساحلي من تسجيل هدف ثالث من ضربة جزاء نفذها بنجاح سليم بوخنتوش في الدقيقة 84. وفي بقية المباريات التي جرت اليوم ضمن الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فاز نجم المتلوي على الشبيبة القيروانية بهدفين دون رد، فيما حسم التعادل دون أهداف لقاء الملعب التونسي ومستقبل أرجيش. رياضيا دائما، في دورة قطر الدولية للأبطال في كرة اليد وتحضيرا للمشاركة في نهائيات بطولة العالم، تعادل المنتخب التونسي مع منتخب إسبانيا بنتيجة 30-30 في مباراة جمعتهما مساء اليوم. وكان المنتخب الوطني خاسر في اللقاء الأول ضد قطر، وسيختتم مشاركته يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة الأرجنتين. نأخذكم الآن مشاهدين إلى عالم الفن الرابع في مواكبة لمسرحية الشهيد للمخرج فاضل الجعايبي التي تعرض حاليا بقاعة الفن الرابع بتونس، مسرحية جديدة يجسد شخصياتها أوس الزبيدي ومالك شفرود ومهدي عياد وثلة من الممثلين الآخرين. يا
بهذا المشهد قتل تلميذ متطرف لرفاقه الذين يخالفونه رأي، تنتهي مسرحية فاضل جعاي بالشهيد المقتبس عن نص للكاتب الألماني مايرس فون ماينبرغ لومارتير، مسرحية يلخص مشهدها الأخير المسارات التي يؤدي إليها التطرف الديني وهو العنف والإرهاب. أحداث مسرحية الشهيد تدور في مدرسة أحد أبطالها بنجما، وهو تلميذ وقع ضحية التشدد الديني نتيجة أزمة متعددة الأبعاد، منها انهيار نظام التعليمي وتراجع دور العائلة التربوية وتراخي علماء الدين والنظام السياسي في معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني. التطرف موجود في ياسر ديانات، ان جو داكتور تري ريوسي، وواحد سي توجور ان بليزير باش يجي يشوف هكا مسرحيات كيما هكا. فاضل الأشعيب عبر عن هذه المفارقات من خلال كوميديا سوداء جعلت ملابس التلاميذ لا تشبه زي التلاميذ، ومن خلال طرد الأستاذة التي تنير العقول بالعلم والمعرفة بدل طرد بنجما الذي ينشر فكره المتطرف في صفوف التلاميذ. صوت مخدوم يعيشك، يزيدك حاجة ويعيشك أجواء أخرى، وخرجت بصورة إيجابية عن المسرحية الحلوة هذه. مسرحية الشهيد التي تشبه التطرف الديني بالفيروس أراد من خلالها فاضل جعايبي التحذير من هذا الخطر، كما حذر في مسرحية العنف والخوف وما قبلهما في مسرحية تسونامي. ونختم بتسليط الضوء على بادرة إنسانية، قلبك هو أكبر قلب، هو شعار حملة تبرعات لفائدة قرية الأطفال فاقدي السند بالمحرس، بادرة تضامنية لدعم القرية وتمكينها من مزيد الإحاطة بفاقدي السند من الأطفال. هذه بعض من إبداعات أبناء قرية أسواس المحرس، وهنا يكبر الأمل شيئا فشيئا، فبعد أن كانت هذه القرية مهددة بالغلق أصبح الهدف الترفيع في عدد الأطفال المنضوين في قرى أسواس. الإيفينمون تاع اليوم هذه 2021 هي مناسبة باش نفرحوا مع الناس كل بالعام الجديد، هي فرصة باش نشكر الداعمين والمساهمين معنا في القرية، هي فرصة زادة باش تكتشفوا قديش صغيراتنا متميزين في كل شيء، يعلمونا دروس في حب الحياة. الوضعية كانت وضعية معناها صعيبة برشا تمر بها الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس في 2019، وضعية كانت تهدد نشاط الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، إلى وضعية ولينا نطمحوا باش نقبلوا 800 طفل جديد في الجمعية، معناها في كل قرية 200 طفل جديد داخل المنازل العائلية أو في برنامج دعم الأسرة. الدافع من الترفيع في عدد أطفال قرى أسواس هو ارتفاع عدد الأطفال المحتاجين لهذه الخدمة في السنوات الأخيرة حسب إشعارات مندوبي حماية الطفولة. واجبنا كمجتمع مدني أنه نقفوا، أنه نعاونوا الصغيرات هذوما ونحسنوا الواقع متاعهم. قلبك هو أكبر قلب، شعار الحملة هذه باش نقول كل واحد منا راهو تجم بجست متاعك تبرع متاعك مالي بكفالة الطفل في القرية هذه، تجم تدخل فرحة وتحفظ صغير اللي هو الآن في الشارع. هي رسالة مضمنة من أطفال أسواس المحرس للعالم الكل، يحب يقولوا لكم اللي احنا كيما الصغار الكل من حقنا نبدعوا من حقنا نحلموا. هذه البادرة التضامنية لأجل أطفال قرية أسواس المحرس هدفها توفير ميزانية إضافية عبر التبرعات لقبول الأطفال فاقدي السند والإحاطة بهم. ختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4426 حالة في تونس، ودول الاتحاد الأوروبي تشرع اليوم في تنفيذ حملة تطعيم غير مسبوقة باستخدام ملياري جرعة. في مسعى لتحسين حوكمة التصرف في السيارات الإدارية، مصالح المراقبة تكثف حملاتها، ورصد لعدد من تجاوزات مستخدمي العربات خلال الجولان. المنتخب التونسي لكرة القدم أواسط يحقق تأهلاً تاريخياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا بموريتانيا إثر فوز مستحق على منتخب ليبيا في رادس. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة. سهرة طيبة.